بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذا اليوم وفي هذا اللقاء وبجوار هذا البيت المبارك نلتقي لنقرأ نصيحة كتبت في بلد بعيد من هذه البلدة المحرمة، تبعد عنها آلاف الكيلومترات. كانت في تلك الحقبة حاضرة للعالم الإسلامي، وكانت موطنا للعلماء، بل وعلماء كبار بقي أثرهم ونتاجهم وما سطرته أيديهم إلى يومنا هذا، ينتفع منه الناس ويستقون منه العلم. تلك البلاد هي بلاد الأندلس، والذي بين أيدينا نصيحة كتبت لعالم من علماء تلك البلاد، وكانت هذه الكتابة قبل ما يقارب 1000 سنة من تاريخنا اليوم. فإن صاحب هذه النصيحة ولد في بداية القرن الخامس عام 403 من الهجرة النبوية، وصاحب هذه النصيحة وكاتبها هو أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي رحمة الله عليه، الأندلسي. كتب هذه النصيحة لولديه وذهب الكاتب وبقيت النصيحة، وتوفي الأولاد الذين نصحوا وبقيت النصيحة. بقيت النصيحة لتقرأ و ينتفع بها من ينتفع، ليعطي دلالة واضحة على أن الكلمة الصادقة تبقى، وعلى أن النصيحة إذا خرجت متمحضة للنصح ستبقى ويبقى أثرها، ولتعطي دلالة أعظم من ذلك، وهو أن من غرس عملا صالحا وعلما نافعا مرتبط بهذا الدين فسيحفظه الله عز وجل. وتعطي دلالة أعظم من ذلك، وهو أن هذه الشريعة الموصوفة بالثبات، فما كان الناس يحتاجون إليه قبل 1000 سنة فنحن نقرأ ذلك ونجد أننا بحاجة إلى ما كتبه العلماء قبل 1000 سنة. تطورت أحوال الناس وتغير نمط العيش، وتبقى النصيحة إذا ارتبطت بشعائر الدين وبأحكام الدين وبكلمة الحق، وارتبطت بالوحي، ارتبطت بنص الكتاب والسنة، فإن هذا مما يجعل لهذا العلم بقاء ويعطينا دلالة أعظم من ذلك، وهي أن الذي أنزل هذا الوحي حافظه،
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلما ارتبط علم الإنسان ونتاج الإنسان بالباقي فإنه يستجلب لنتاجه ما سيبقى. فلذلك إذا تفطن الإنسان لمثل هذه المعاني فإنه يرتبط بهذا العلم ويحرص أن يكون عمله مرتبط بهذا الوحي المبارك، وهذا من بركة هذا الوحي، فما ارتبط به فإن الله عز وجل يكافئ صاحب ذلك العمل بأن يبقي عمله وأن ينتفع به الناس. أما موضوع هذه النصيحة فهي تلك المسؤولية العظيمة التي أنيطت بهذا الإنسان، هذا الإنسان حين يكون أباً، حين يكون مسؤولاً عن مولود أكرمه الله به، حين يكون أول الأمر مشتاق لولد يبقي ذكره من بعده، وحين يكون مشتاقاً لولد يعينه عند كبره وضعفه، وحين يكون مشتاقاً لولد يرث ما خلفه من بعده، ثم عندما يستشعر أن تلك الغايات وتلك المتعة، فإن الشارع الحكيم كما أنه جعلك تستمتع بذلك فإنه أناط تلك المسؤولية بأن تصلح ذاك المولود الذي ينتمي إليك. وصلاحه امتداد لصلاحك، وحسن عمله سيكون في صحائف حسناتك، سيلحقك صالح عمله بعد وفاتك. مسؤولية، ولكن الكريم جعل لها ثمنا عظيما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وأحدها أو ولد صالح يدعو له. فإذا تفكر الإنسان في مثل هذا الأمر ثم ينظر إلى هذه الشريعة المباركة التي لا ينقطع حقيقة تعجب الإنسان وهو ينظر إلى ما فيها من الحكم ومن العظمة ومن الخير العميم لهذا الإنسان. ويكفي أننا حين نتفكر في هذه الشريعة المباركة التي هي هدى الله أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل هذا الوحي وأتمه وأكمله، وأعلن الكريم جل جلاله في كتابه الكريم أنه أتم النعمة للناس بهذا الوحي، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الوحي الذي مقصوده الأساس والغاية من إنزاله هو إصلاح هذا الإنسان، هذا الوحي الذي غايته أن يخرج للناس خير أمة أخرجت للناس، هذا الوحي الذي تضمن الهدى الكامل التام الذي فيه الضمانة أن من اتبعه لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى، لا يكون خائفا في الأخرى ولا يكون حزينا في الدنيا. فقال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليتحقق به صلاح الإنسان وليتحقق به إخراج خير أمة أخرجت للناس، فمن أعظم قضاياه
في صلاح هذا الإنسان ما يتعلق بإصلاح ذلك الكيان الذي الإنسان وفق هذا الهدى إنما تكون بداية وجوده في هذه الدنيا من خلال هذا الكيان الذي هو كيان الأسرة. فكانت عناية الشريعة بهذا الكيان فائقة على صورة لا تدانيها في تفاصيل التشريعات التي وضعت، أي كيان آخر لا ينافس كيان الأسرة فيما وضعته الشريعة من أحكام وتشريعات وحكم وبيان لكل صغير وكبير في هذا الكيان، وما ذلك إلا لأنه هو نواة المجتمع الحقيقية والأولى، وأن العناية به واستصلاح قيامه واستصلاح حركته إنما يعني صلاح المجتمع ثم صلاح الأمة كلها. فلما كان الأمر بهذه الكيفية كانت العناية بالأسرة أشد ما تكون العناية في شريعة الله عز وجل، وجعل لهذا الكيان من المقاصد العظيمة جدا، وحتى يتحقق صلاحه فإن هناك مقاصد وضعت له في ضمن المقاصد الكلية العليا التي لأجلها خلق الله عز وجل الإنسان، وهي عبادة الله، وللحكمة في نظام حركة الإنسان وحركة هذه الدنيا القائمة على ابتلاء هذا الإنسان، حكمة الابتلاء والامتحان والاختبار، وعلى المجازات العادلة بعد العمل والإنجاز في هذه الدنيا، فتأتي قضية المجازات العادلة. ففي غاية الوجود كلنا نعلم قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي حكمة الوجود نعلم قول ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي المجازات العادلة نقرأ قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإذا أدركنا تلك المقاصد العليا في المراد الرباني من هذا الإنسان في هذا الكون وفي هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان بعد ذلك ينظر كيف هذه الشريعة المباركة نزلت تلك المقاصد العليا من خلال حياة الإنسان ومن خلال استصلاح الكيانات التي يتحرك فيها الإنسان. فكان كيان الأسرة واحدا من تلك الكيانات، بل كما قلت هو أهم كيان تحصل على تفصيل من ذلك التنظيم الرباني والتشريع الرباني. فإننا نجد مما يذكر العلماء في بيان المقاصد الشرعية في هذا الكيان الذي هو الأسرة، فنجد أن هذا الكيان جعل من مقاصده تنظيم العلاقة بين الجنسين، فإن الشريعة حرصت على حصر العلاقة بين الجنسين في صورة واحدة منظمة هي صورة الزواج، ووضعت لها الأحكام التفصيلية وبينت الحقوق والواجبات. نجد أن الشريعة حرصت على أن يكون مقصد الأسرة حفظ النسل. حفظ النسل معناه بقاء الحياة، معناه بقاء وجود جنس الإنسان على ظهر الأرض. فجعلت الشريعة أن هذه العلاقة، علاقة الزوجية، هي الطريق الذي يكون مورداً لهذا التناسل ولبقاء هذا الإنسان. فلذلك جعل من مقاصد الأسرة حفظ النسل الإنساني. كذلك أن الشريعة جعلت
من مقاصد هذه الأسرة أن تحقق للإنسان السكن والمودة والرحمة، وجعل بينهما مودة ورحمة، فهي محل راحة الإنسان وسكن الإنسان، والمكان الذي تكون فيه المودة أرقى ما تكون وأجلى ما تكون. وجعل أيضا من مقاصد هذا الكيان الذي هو الأسرة حفظ النسب، حفظ النسب. فلذلك نجد أن هذه الشريعة وضعت من التشريعات للأسرة ما يحقق للإنسان وللأمة وللإنسانية هذا الحفظ للأنساب. وكذلك من مقاصد الشريعة في هذا الكيان الأسرة حفظ التدين، أن يبقى التدين محفوظا في الناس. وأول ما أنيطت هذه المسؤولية إنما تناط بالأسرة وبالوالدين. فمن الذي يتربى هذا الطفل بعد أن يخرج إلى الدنيا في محضنهما أب وأم؟ من الذي يلقنه؟ من الذي يعلمه الكلمات؟ من الذي يجعله يدرك ما حوله ومحيطه؟ من الذي يتدرج بذلك الإنسان الطفل ليخرج به إلى ما هو خارج البيت ويعرف العلاقات في كل ما يحيط به؟ من الذي يتولى هذه المهمة؟ أب وأم. فلذلك أنيط بهذه الأسرة أن تحفظ التدين في المجتمع وفي الناس. ولذلك نجد أن من السنن التي شرعها الله للأنبياء أن يكون أول ما يتجه إصلاحهم إلى أهليهم، إلى أولادهم، إلى زوجاتهم. ومن هنا نبدأ ندرك أن الأسرة تعتبر المسؤولة الرئيس عن تدين هذا الإنسان. لذلك هذه هي النائحة الثكلى على تدين الإنسان. أيضا تنظيم الجانب المالي الأسرة، لأن قوام الحياة جعله الله عز وجل في الدين وجعله الله عز وجل في المال. لذلك ما ذكر الله القيامة للإنسان إلا في أمرين كما نجده في القرآن. الأمر الأول في الدين، وأشير لرمزيته بهذا البيت، هذا البيت الذي حفظه الله، هذا البيت الذي جعله الله عز وجل رمزا للحق، وجعله معهدا للهدى، وأول معهد للهدى في الأرض هو هذا البيت، وسيبقى آخر معهد للهدى إلى يوم القيامة هذا البيت. ومتى ما ذهب هذا البيت فلا دين ولا إسلام على ظهر الأرض، لن تقوم القيامة والإسلام، لن تقوم القيامة والإسلام موجود ولو شخصا واحدا، ولن تقوم القيامة والبيت موجود. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فهذا قيام. قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهذه رمزية القيام في أمر الدين. ولذلك قال العلماء: ما بقي البيت بقي الدين، وإذا ذهب البيت فلا دين على ظهر الأرض. والقيام الثاني المال. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا الربط بين القوامين. إذن الأسرة مسؤولة عن حفظ التدين في هذه الأسرة، إذن هذا قوام الدين. وكذلك مسؤولة عن تنظيم الجانب المالي لها. فالقوامة للرجل، النفقة، المهر، إلى غير ذلك من الأمور. نجد أن القضية مرتبطة كذلك بالأسرة. فإذن هذه من المقاصد. العلماء إذا كتبوا وإذا نصحوا، ما من شك أن للعلم أثر ونور وهدى، وأن إذا كتب العالم بوحي الله
ونصح، فتكون نصيحته متعدية ليست لولده فقط، وإنما لكل من تصل إليه تلك النصيحة. فهذه نصيحة أبي الوليد الباجي رحمة الله عليه الأندلسي، كتبها لولدي وسطرها لتبقى واحدا من نتاجه العلمي ينتفع بها أهل الإسلام. وهكذا نحن نقول بعد 1000 سنة تقريبا من كتابة هذه النصيحة نقرأها ونرى ما مدى الحاجة لما ذكر، ونرى كيف منهجية العلماء، نرى كيف يعرض قضية النصيحة معتمدا على نص الوحي، مبينا طريقة الوحي في صلاح هذا الإنسان، مبينا أن هذا الوحي الذي أنزله الله من صفاته الشمول، فنجد أنه ليس هناك جانب من جوانب الإنسان إلا وشريعة الله تصلحه، ونجد أنه ليس هناك إنسان إلا وشريعة الله لا بد أن تهيمن على فعله، ونجد أن شريعة الله كيف تصلح حياة الإنسان الدينية والدنيوية، وكيف تصلح له حياته الدنيا وحياته في الأخرى، كيف تصلح حركته الذاتية وكيف تصلح حركته في العلاقة مع خلق الله ومع بني جنسه، كيف تصلح له ذلك كله، كيف ندرك أنه كما أن للتعليم أثر في الصلاح فإن العطايا الربانية هي أساس الصلاح. فلذلك يشير إلى قضية الهدى وإلى قضية التوفيق إلى غير ذلك من الأمور. نرى كيف يخاطب العالم ليفتح قلب الشباب والصبيان والغلمان، كيف يحرك هذه القلوب بالبواعث العاطفية العقلية التي تحرك المشاعر، وفي نفس الوقت تحتاج إلى تفكر وتدبر. كل هذه الأمور وغيرها كثير سنجد كيف سطر هذا العالم هذه النصيحة وجمع في نصيحته كل هذه المعاني التي نشعر أننا بعد 1000 سنة نقرأها ونشعر أننا نتعلم منها، لأنها استندت على وحي باقي. لذلك آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن مما أحب أن أذكر به دائما في كثير من اللقاءات حول هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في عشيتها، ولم يبق بعدها على أرجح الأقوال سوى 81 ليلة ثم مات عليه الصلاة والسلام، أن هذه الآية المحكمة تضمنت 3 حقائق قرآنية. الأولى تضمنت أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، ليس بحاجة أن تزيد في هذا الدين شيء، لأن إن قلنا أنه يحتاج يتضاد مع قوله اليوم أكملت واليوم أتمم. الأمر الثاني أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، ليس في الدين شيء لا حاجة إليه. الأمر الثالث أن الله رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، لأنه قال ورضيت لكم الإسلام، فمن يعمل بالإسلام من يوم أن نزل إلى يوم القيامة فالله راض عنه. فهذه الحقائق العظيمة التي بنيت على هذه الآية المحكمة التي هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد عندما يرتبط العلم بالوحي ستبقى الحاجة إليه. لكن أروني الكتاب الذي يؤلف بعيدا عن الوحي ولو احتاج الناس إليه في فترة من الفترات، هل يحتاج الناس إليه بعد 1000 سنة وأكثر من ذلك؟ ولكن عندما يبنى العلم على الوحي فتبقى الحاجة إليه. فنقف مع
هذه الرسالة ويتفضل الأخ الكريم ونقرأ. طبعا حتى نقرأ أكبر قدر فلا نقف بالتفصيل، وإن كان أيضا سبحان الله مما لوحظ على كتابة أبي الوليد الباجي وهو يكتب هذه النصيحة ومستحضرا للمخاطب ولديه وما زالوا في سن الصبا في تلك المرحلة، فلذلك كانت العبارة فيها من الوضوح والبعد عن يعني القوة التعقيد في العبارة والنظم، ولذلك كان الوضوح والسهولة في عبارتها، فكانت أيضا هذه سمة لهذه النصيحة الولدية التي كتبها أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه. فنقف مع يعني ونعلق على بعض الفوائد كإشارات، وتبقى يعني الكتابة هي العمدة في أننا نقف معها منتفعين مستفيدين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. طيب، هذه المقدمة، لاحظوا سبحان الله هذين السطرين ماذا احتويا؟ على منهج عجيب عظيم. الأول الخطاب بالنداء يا بني، إذن المقصود الآن أنه يقول عندما قال قدم هذه الوصية بهذا النداء يا بني، إذن النداء لهما بمعنى كل ما سيأتي هو لكما، وأن ما هو مكتوب في هذا الكتاب فالمقصود به ولده. ثم قال: فانظروا، أعظم مطلوب وغاية تصل إليها التربية ما هي؟ هداية الأولاد، الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، الوصية للأبوين وهما ينزلان من السماء إلى الأرض، ما هي؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. ولذلك لما كان هذا أعظم شيء في الدنيا يتحصل عليه الإنسان أن يهتدي بهدى الله، فجعل أعظم دعاء وأوجب دعاء، أوجب دعاء يكرره الإنسان ويدعو به ربه محددا، ما هو؟ طلب الهدى. ففي سورة الفاتحة أم القرآن السبع المثاني فيها دعاء واحد، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، يكرره الإنسان من يوم أن يدخل سن التمييز ويبدأ يعود على الصلاة، فلا صلاة إلا بالفاتحة، وفي الفاتحة هذا الدعاء، ويكرر الفاتحة في كل ركعة. إذن في كل يوم على أقل تقدير هو يكرر الدعاء 17 مرة من يوم دخول سن التمييز إلى مماته، لا ينقطع طلب هذا الدعاء. لو كان هناك دعاء أهم من هذا الدعاء لأعطي شيئا من مثل هذه المكانة في طلبه. فلما كان الهدى، فلذلك بماذا ابتدأ؟ هداكم الله. ثم أيضا أن الهدى ينقسم قسمين: هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية التوفيق إلزام القلوب قبول الحق، وهداية البيان والدلالة أن يقدم للإنسان ما هو طريق لو قبله أن يوصله إلى الهدى. وما من شك أن هداية التوفيق أعظم إذا شرح الله القلب. فلذلك ننظر، فإنه قدم الطلب بالهدى وهداية التوفيق. يا بني هداكم الله، وهذا حق الوالد أن يدعو لولده، وليس فقط أن يقدم له التعليم، بل هناك حق عظيم، وهذا بمعنى أنك كل ما تبذل إذا ما أراد الله لا ينفع نصحه، ولكن إذا أراد الله نفع. وإذا هدى الله اهتدى الإنسان، فنجد تقديم الهدى. ثم أن ثمرة الهدى ما هي؟ العمل. فلذلك الرشاد يعني ماذا؟ العمل. ثم
أنه أيضا يثني بالتوفيق. فثم بعد الهدى والعمل بالهدى يأتي قضية معالجة الخصم الذي يريد أن يسلبهم هذا الهدى الذي حصل لهم، فلذلك جاء الدعاء بالعصمة. فإذا هدى وثمرة الهدى العمل، ثم بعد الدخول في الهدى والعمل الدعاء بالحماية والحفظ، وأن الله يعصم ولديه من أن إذا أكرما بالدخول في الهدى والعمل به أن لا يسلبا منه. فإذا ثم أن الثمرة التي يريدها وهي ثمرة الإسلام لمن اتبع الإسلام، فإن الإسلام لا يريد للإنسان أن يسعد في الدنيا دون الآخرة أو في الآخرة دون الدنيا، لا يقدم الإسلام على أنه يحقق صلاحا للإنسان في أحد هاتين الدارين، وإنما يقدم الإسلام على أنه يسعد الإنسان في الدارين، ففي الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الفوز برضوان الله والجنة. فلما كان الإنسان يمر في هاتين الدارين وأن الإسلام يحقق للإنسان السعادة في الدارين، فننظر ماذا طلب لولديه. قال: وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة. ثم أن الدنيا فيها محل ألم والآخرة فيها محل ألم، ففي الدنيا يوجد ألم وفي الآخرة ألم، فإذا يريد لولديه أن يتحقق لهما الإسعاد في الدنيا والآخرة، وأن يحفظا ويجنبا الألم والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. إذا ننظر في هذين السطرين كيف جمع هذا العالم هذا الخير كله في مقدمة نصيحته، في مقدمة نصيحته التي جمع لها، وهذا أثر العلم وهذه ثمرة العلم. وهذا العالم عندما يوصي ويكتب فإننا نجد هذه المعاني العظيمة. نعم. إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. طيب، هنا أيضا في هذا الأمر يريد أن يبين دواعي الكتابة لهما. فأولا يعني سبحان الله العظيم، فيقول الداعي هنا، وانظروا سبحان الله، ارتفع عن أن، وهذا أمر عجيب ما أقل أن نفهمه وما أقل أن نستوعبه. يا إخوان، الذي خلق الإنسان من؟ الله. الذي سيحاسبه ويسأله من؟ الله. الذي سيجازيه ويكافئه من؟ الله. كلما أنت أوقفت الإنسان، المطلوب منك أن توقف الإنسان بينه وبين ربه. الإشكالية في كثير من الأحيان عندما نعرض هذا الدين وكأننا نحن أصحاب الدين، ونوقف من نخاطبه وكأنه نحن الذين نملي عليه ونحن الذين نأمره، ونخطئ في إيصال حقيقة هذه القضية. فلذلك نجد أن هذا الإنسان لماذا يتمنع؟ لأنه هو في عرضنا كأننا أشعرناه إن قبل فهو قبل أمرنا، واضح؟ وقبل كأننا نحن الذين، كان جاهلا فنحن الذين علمناه، وكان ضالا فنحن الذين هديناه، وكان لا يفهم ونحن الذين فهمناه. وهذا كثيرا ما يمثل معوق نفسي عند المتلقي، بينما المطلوب منك أنك أنت فقط أنك تدفع هذا الإنسان وتزيل الغشاوة لتجعله يستشعر وقوفه بين يدي الجليل.
وأن يسمع كلام الله وأن يسمع أمر الله. ولذلك سبحان الله في غايات الرسالة ما هي؟ أول أمر ما هو؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يقول للناس أنا مبلغ، هذا كلام الله، ويقول لكم افعلوا كذا واتركوا كذا، سيجازيكم بكذا، سيكون عليكم كذا. قل له الله، وهذا كلامه وهذا شرعه وهذا دينه وهذا حكمه وهذا أمره وهذا نهيه، كل شيء أرجعه إلى الله. فإذا أوقفت الإنسان أمام ربه وعرفت بالطريقة الربانية التي جاءت في وحيه، وحركت فطرة الإنسان التي يستشعر فيها الخضوع لهذا الرب العظيم، فأنت تكون أديت الأمانة أسلم وأحسن ما يكون. لكن عندما أنت تريد أن تجعل وكأنك أنت الآمر وأنت الناهي وأنت الذي يعلم وأنت الذي يزيل الجهل وأنت وأنت وأنت، فهذا إشكال. فلاحظ هنا سبحان الله في هذه الوصية العجيبة، في هذه الكلمة، عندما يقول إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، الإنسان هو الإنسان مورد التكليف، أنت لست موردا للدنيا، وإنما أنت مورد لتكليف رب السماء. سخر الله لك ما في الأرض وما في السماء، سخر لك لتكون موردا للتكليف. فلذلك هنا يقول أنت مورد للتكليف، ومتى ستتحمل هذا التكليف؟ عندما تدخل سن البلوغ. فيقول عندما الآن أشعر أنكم اقتربتما من هذه السن، إذن هو يكلم هذا أولاده وهم في مرحلة إيش؟ في مرحلة المراهقة. ما هي مرحلة المراهقة؟ ما هو تحديدها العمري؟ مرحلة المراهقة هي المرحلة السنية التي يكون فيها الإنسان قريباً مناهزاً لمرحلة الاحتلام، فهي قبل مرحلة الاحتلام. فلذلك يراهق أي يدافع حتى يدخل مرحلة البلوغ، وليست هي مرحلة بعد البلوغ، وإنما هي مرحلة قبل البلوغ، وتنتهي بماذا؟ بالبلوغ وحصول سن التكليف، وليس كما يقال مرحلة المراهقة التي تمتد إلى 18 ولا 20 سنة، وربما كمان صار مصطلح المراهقة المتأخرة إلى 30 سنة، وكأنه هو للتبرير لعصيان الإنسان ومخالفته، وإيجاد التبرير له في أن يعصي وليتحمل المسؤولية. واضح؟ فلذلك هنا نجد هذه اللفتة العجيبة منه، وهي قضية إيقاف الإنسان أمام تكليف الله، وليس أمام، ليست قضية أنني أب وأنت تستجيب، لا، القضية أعلى والقضية أرفع. القضية هناك رب خلقك، هناك رب له حق الأمر، هناك رب سيجازي ويحاسب، هناك رب أنزل تشريعا أنت مأمور بأن تطبق هذا التشريع. فلذلك الخطاب هو في هذه الدائرة، ليست القضية أنا أب وأنت ابني إذا لازم تستجيب لي. حتى عندما يأتي الآن كما سنرى، عندما جاء في قضية القبول من الأب وقبول هذه النصيحة التي يقرب بها الوحي، سنرى كيف خاطب، لم يأتي بقضية الأمر والقهر، بل كيف خاطب بالدواعي الغريزية التي عند الإنسان وفي هذه السن، أن يقبل من والده كأب حنون، كأب مشفق، كأب حريص، وليس كأب آمر، وإنما الآمر هو الله. والاستجابة الحقيقية، ولذلك الاستجابة لأن هذا تكليف الله، وأنت هذا تكليف الله، وأنت بينك وبين الله، هو الذي كلفك وهو الذي سيحاسبك. فإذا أوقفنا الناس بهذه الطريقة حقيقة، كم نتمنى أن يكون خطابنا للناس في الوعظ والتذكير
أنك توقفه بين يدي ربه، وأنك تشعره كأنه واقف للسؤال، وأيضا لا لأنك فقط تقيم الحجة، لأن الله يريد أن تكون سببا في هدايته، لذلك تبتدئ له بقضايا النعم التي أنعم الله وتذكره بذلك، ثم تذكر له التكليف، والتكليف أنه لمصلحته. العبرة هنا في هذه العبارة، وأقول هذه المنهجية اللطيفة العجيبة من أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه، أنه قبل أن يذكر نفسه وقبل أن يذكر حقه على ولده في الطاعة ذكر الحق الأعظم، حق الله. وهذه حقيقة والله عظيمة ولطيفة إذا تنبهنا لها. إذن هذا الجانب. ثم أيضا أنه أراد أن يسارع الزمن، فكم نتوانى وكم نتأخر، وكم من أمور تفوتنا، وكم من أمور يموت الإنسان كان يتمنى أن يفعلها وجاء الأجل وما فعلها وفاتته، بل كم أمور حضر وقتها الواجب ونؤجلها. وهذا يقول الآن أنا أقدم ما هو خطاب لكما عند التكليف، فأنا أقدمه أنتظر اليوم الذي يعني تدخلون التكليف، لكن أخاف الآن الموت يأتيني ولا تصل لكم هذه النصيحة في وقتها، فلذلك تأذن لي أن أقدمها بوقت ميسور لشدة حرصي، لشدة أن أكون ألقى الله عز وجل وأنني أديت لكم هذا الحق. هذا الأمر كم كل أب ينبغي أن يتفكر فيه. نقول كم من أمور حضر وجوب وقتها نحو الأولاد وأهملناها وتركناها وأخرناها، وهنا يقدم ويسارع ويبادر. لماذا؟ لأنك ما تدري متى يأتي الأجل، لا تدري متى يخترمك الموت، واضح؟ فلذلك هنا سبحان الله يعني الكلمات هذه القاعدة الأولى المهمة، ثم الجانب الثاني المهم في تعامل الولد الأب مع أولاده، وهذا يعطي دلالة إذا كبر الأولاد وأكرمهم الله فهموا ذلك كم سيكون لهذا الأب من مكان في نفوسهم، كم سيكون لهم من تعليم ومن حرص على أن يأخذوا بنصيحته، وهو عاملهم بهذا الحرص والشفقة وأنه لا يحرمهم هذه النصيحة. ثم يقول ماشي، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل، بمعنى إن أكرمني الله ومد في عمري فما كتبته فماذا سيتحول، ماذا سيقول؟ فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما. لاحظوا، والله أقول لاحظوا هذا الأدب العجيب، استعداد على القيام بالحق والمبادرة فيه، وأن الأمر قائم في الصلاح وفق السنة الربانية على تعليم وإرشاد وتفهيم وتزكية. إذن هو وعي أن الصلاح جعل الله عز وجل سنته في السبب مناطها إلى التعليم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما، إن الله ابتعثني معلما ميسرا ولم يبعثني متعنتا، ما بعثني لا معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني ماذا؟ معلما. فلذلك يقول ما الذي سيكون مني؟ تعليم. ثم لماذا يكثر؟ بمعنى ليست القضية حلة قسم، وإنما القضية رغبة صادقة في التعليم، ولأن التعليم ليست هي شربة ماء مرة واحدة فيذهب الظمأ، وإنما قضية لا بد من استمرارها، لأن العلم يبنى تراكميا بعضه فوق بعض. ثم أن ذلك أن أقوم به توفيق من الله، أن يكون القبول منكما توفيق من الله، فمني يطلب لنفسه وما توفيقي إلا بالله، لكما إعلام
بيده قلوبكما ونواصيكما، إذا لم يرد الهداية لكم لن تهتدوا. وهذا التواضع، كم من الناس يقدم معرفة فإن حصل النفع قال أنا وأسلوبي وطريقتي وبياني، وأما من فهم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم النصح ثم ماذا؟ اللهم اهد قومي، أنت الذي تهدي ولست أنا، أنت الذي تجعلهم يقبلون ولست أنا، أمرتني بالبلاغ بلغ، لكن جعلت في قلبي حب أن يكونوا صالحين، فلذلك لا بد أن ألجأ إليك أنت. هذا الفهم العجيب. كل ليلة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته في الليل في مكة ويأتي عند الكعبة بين الركنين يصلي، فإذا ما سجد بكى وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين، اللهم اهد أم أبي هريرة ينظر إلى الشام اللهم اهدهم وأقبل بقلوبهم، ينظر إلى أهل اليمن اللهم اهدهم وأقبل بقلوبهم، ينظر إلى أهل العراق اللهم اهدهم وأقبل بقلوبهم وأتني بهم مسلمين. مع أن البلاغ حصل، لكنه يقين بأن الذي يهدي من؟ الله. من الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يحركها كيف يشاء؟ الله الله. ولذلك نجد هذا الوعي ما كان هي مجرد معرفة، لكن هنا نرى كيف ينزل هذه المقاصد الربانية وهذا العلم الذي يؤخذ من كتاب الله كيف يتحول إلى واقع يتحرك به هذا الإنسان. فإذن يقوم بالمهمة، لن أقوم بها إلا بتوفيقك، فإن قمت بها بتوفيقك لن تقع موقعها وتحقق أثرها إلا بتوفيقك. فيطلب ماذا؟ توفيقين، توفيق له بأن يؤدي المطلوب منه، وتوفيق بأن يكون لما أداه أثره في نفوس من وصل إليه. أليس هذا منهج؟ أليس هذا أمر حقيقة نحتاج أن نقف عليه ونتعلم من العلماء كيف يقدمون، كيف يكتبون، ماذا في كلام العلماء ما هو قبل 1000 سنة؟ ألسنا الآن بحاجة إليه؟ نعم. ماذا أيضا؟ وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح وفزت ما بالمتجر الرابح ونلت ما خير الدنيا والآخرة. أستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. يعني أيضا هذه سبحان الله، يعني كأنه ما زال يبرر يعني لماذا كتبت هذه النصيحة لكما قبل أن تصلا إلى سن البلوغ خوف الاختراب، ثم هذه الكلمة كم سيكون لها أثر عند أولاده وهم يقرؤون مثل ذلك. فإن ذكر الموت و ارتباط هذا القدر العظيم بأحد الأبوين له وقع كبير على نفس المتلقي من الأولاد. فإذا هذه المقدمة التي قدم بها أبو الوليد الباجي والتي تضمنت هذه المنهجية العظيمة والطريقة السليمة المأخوذة من الوحي جعلت الحاجة فعلا إليها والتفكر فيها وإدراك ما فيها من العلم. بعد أن أوقف الآن الأولاد أمام المسؤولية العظمى وهي أمام مسؤولية التكليف الرباني، بعد ذلك ينتقل إلى يعني مؤثرات أخرى درجة ثانية، فيبتدئ بماذا؟ بمؤثر نفسه، ثم يثلث بماذا؟ بمؤثر عائلته وأسرته. ونرى كيف عرض هاتين القضيتين بصورة لطيفة جدا ومؤثرة جدا تعتمد على إثارة العاطفة وفي نفس الوقت تحريك العقل. ودائما كلما استطعنا أن نحرك بواعث النفس وبواعث التعقل
وهذه قضية حقيقة عظيمة أيضا، لأن الإنسان ما هو؟ الإنسان حقيقة هو عبارة عن عقل تتحرك به الأعضاء، فلذلك الأصل هو إصلاح الباطن، إصلاح باطن الإنسان. وما في باطن الإنسان؟ عقله ونفسه. نفسه هي الجزء المسؤول المكلف الذي سيحاسب ويقع عليه الملامة وتقع ويتمتع بالجزاء. وأعظم ما في النفس الجزء الواعي الذي هو العقل، والعقل هذا الجزء الواعي الله عز وجل جعله آيته المبهرة التي أظهرها للوجود الإنساني. وهذا العقل من خلقه وأظهره للوجود أخبرنا عن مكانه، أين مكانه؟ القلب، القلب والذي خلق الشيء أليس هو أعلم بمكانه؟ فالذي خلق العقل أخبر أن هذه المضغة هي مكانه. أم لهم قلوب يعقلون بها؟ طب عندما قال آذان يسمعون بها، هل الإنسان يسمع بعينه؟ وقال أعين يبصرون بها، هل الإنسان يبصر بأذنه؟ طيب وقال قلوب يعقلون بها، ثم قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الرؤوس التي في الصدور. فلذلك هذا العقل الذي جعله الله عز وجل محلاً لتصور الأشياء وإدراك الأمور، وإدراك الأمور وتصورها بالعقل للوصول إلى نتيجتين لا ثالث لهما. ما هي؟ إدراك تصور الأشياء لمعرفة ما فيها من النفع وما فيها من الضر، تصنيف الأشياء بعد إدراكها وفق هذين التصنيفين نافع وضار. الإنسان يتحرك بقوة الحب، تدفعه قوة الحب نحو ماذا؟ نحو حرث وهم. فكل إنسان يتحرك بقوة الحب حارثا هماما، فكان حارث وهمام أصدق الأسماء، فالحارث الفاعل والهمام المفكر المريد، فأصدق الأسماء حارث وهمام. بمعنى ما معنى أصدق الأسماء؟ أي ليس هناك اسم سميت به كل البشر من آدم إلى آخر إنسان في إلى يوم القيامة سميته بهذا الاسم الذي له معنى إلا وينطبق على هذا المسمى. ليس هناك أسماء تنطبق تماما معانيها على أن نسمي بها كل البشر إلا هذين الاسمين. ما هما؟ حارث وهمام. لو سميت كل بني آدم من آدم إلى آخر واحد من ذريته حارث لانطبق الاسم على المسمى، ولو سميت كل واحد منهم همام لانطبق الاسم على المسمى. لكن لو سميت إنسان شجاع، لو سميت ألف إنسان بشجاع، هل كلهم يكونون شجعانا؟ لكن لو سميت آدم وكل فرد من ذريته بهمام أو حارث لانطبق الاسم على المسمى. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام. فإذا قوة الحب تدفع الإنسان نحو ماذا؟ نحو العمل، حرث وهم. طيب هذا الحرث والهم يتجه أي وجهة؟ وجهة واحدة. ما هي؟ أن يحصل الإنسان النافع لنفسه وأن يدفع الضار عنها، كل البشر بهذه الطريقة. ما هي الجهة التي يناط بها تحديد النافع والضار؟ عقلك. لذلك صار الصراع كله على هذا العقل الذي هو الميزان. فالصراع بين الحق والباطل صراع على ماذا؟ على عقول بني آدم. فالهدى مقصوده ماذا؟ إصلاح عقلك بالدرجة الرئيسة. والباطل ماذا يريد؟ إفساد عقلك. الهدى لكي تزن الأشياء بنور الهدى بنور الحق، ومقصود إبليس أن تزن الأشياء بماذا؟ بميزان الباطل. فلذلك كل القضية تدور على هذه المسألة. فلذلك هنا نقول ثم النفس وهي تلك الجهة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية، وهي أمارة بالسوء،
هذا من وصفها، إن النفس لأمارة بالسوء. من مرضها الجهل والظلم، أمراض مرتبطة بالنفس. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمراض. فلما كان، فلذلك كيف يحدث هذا الدمج والإصلاح؟ فلذلك بعد أن أوقف مع العقل، وهو إيقاف مسؤولية أمام الله عز وجل، جاء الآن إلى تحريك الجانب العاطفي، فهنا يأتي بذاته في الدرجة الثانية وفي الرتبة الثانية. ليست القضية البداية أنا أبوك فاسمع، وإنما أنت عبد الله فاسمع لله. لاحظين الفرق؟ ليست القضية أنا أبوك فاسمع، وإنما القضية أنت عبد لله فاسمع لربك. فثنى بذلك فيقول: واعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدنيا في أمر الدين والدنيا سواكما. هذا الآن مفتاح للقلوب. خاطب الأولاد: ليست القضية أنني ترى أريد أن يعني لأنني أكبر فآمر، وإنما القضية أن في قلبي وفي نفسي عاطفة وشوق وحنان وعطف ومودة وحرص وشفقة. هذا الباعث، ليس باعث أنني أكبر فاستجيبوا، ولا لأنني أب فاستجيبوا، وإنما القضية أنني حريص وأنني شفيق ورحيم بكما، وأنه هذه الرحمة ليست توازي إدراكي لمصلحتي، لا، بل أن مصلحتكما عندي أعلى من مصلحتي لنفسي. فأنا لا أريد أحد في الدنيا يكون أحسن مني إلا من ولدي. إذن عندما يسمع الولد هذا ويعلم أن النصح هذا مخرجه وهذا منشأه وهذا دافعه، كم سيكون له من أثر في نفسه؟ فإذن هذه المقدمة اللطيفة أيضا مفتاح ثاني للقلوب لقبول هذه النصيحة. ثم يقول: طيب إذا فهمتم هذا الأمر وأنا أصرح لكم بهذا الدافع، ماذا يفترض أن يكون عندكم؟ وكم والله الآن نقول كثير من الأبناء عندما لا يجدون هذا الخطاب من الآباء، يجدون كم نبني من حواجز بين نصحنا لأولادنا، كم نبني من حواجز عندما لا نشعرهم بهذه المعاني وبهذه الأمور، ويجدون صدقها في قولنا في تعابيرنا في تعاملنا معهم. عندما لا يجدون ذلك فنحن نبني من هذه الحواجز فيما بيننا وبين أولادنا، نعم، في أن يتقبلوا النصح منا. أيوة. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصغيا إلى قولي. أن تصيخا إلى قولي، بمعنى يعني تركيز السمع، تصيخ السمع بمعنى توجهه. لو تسمع أصوات ما كأنك سمعت أصواتا، إلا من تريد أن تسمع صوته، ما تسمع إلا هو. فيقول الآن أقل ما يوجب ذلك إيش هو؟ الأمر الأول. الأمر الثاني أنكم تستمعوا لي، وأن يعني كل منكم يلقي السمع يصيخه باتجاه قولي ونصحي. نعم. وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي، وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر. كم من الأبناء الآن لا ينظر إلى نصح والده إلا أنه يريد أن يمنعه عن شيء يسعده، وكم من الأولاد لا يرضى أن يستجيب لأمر والديه لأنه يرى أنه يأمره بشيء لا يسعده وأنه يتعبه ويشقيه. فيقول هنا أريد أن تتيقنا، أن لا تتصور أبدا أيها الولد أن مقصودي إن نصحتك أنني أريد لك شر، لا تتصور أن هناك شيء ينفعك وأنت ولدي فأمتنع أن أقدم لك هذه النصيحة.
هذه التجلية، هذا الوضوح في النصيحة، كم سيكون له فعلا من الأثر والاستيعاب والفهم للمراد في هذا الخطاب. نعم. وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. انظر سبحان الله، وهي قضية أن ليست النصيحة كلام، أن النصيحة عمل، وأنه ليس فقط ألقي هذا الكلام عليكما، فإن من أكبر الآثام كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقول قبل ما أنصحكم ترى أنا جاهدت نفسي أمتثل بمقتضى هذه النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلم من معالم طريقته في التعليم، ملك عمان الجلندة رضي الله عنه ماذا يقول كما ذكر ابن حجر في ترجمته؟ ما الذي دفعه إلى أن يسلم؟ قال الذي دفعني للإسلام أن وجدت هذا النبي لا يأمر بأمر إلا يكون هو أول من يفعله. فنقول قضية أن العمل، أن النصيحة، القول كلما كان بعد التزام القائل بمقتضى النصيحة فهذا أوقع في النفس. فقول الجلندة ملك عمان فيذكر عن السبب الذي جعله يدخل في الإسلام، فيقول أنني وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر إلا ويكون هو أول من يعمل به، ولا ينهى عن شيء إلا ويكون هو أول من يتركه. فعلمت أنه صاحب حق في التزامه بما يقول في الفعل والترك. فإذن هذه قضية، فلذلك نجد أنه في النصيحة يقول أنني ما قدمته فإنكم رأيتموه فيه. هذه واحدة. الثانية، أيهما يقدم، العلم أم العمل؟ العلم. المنهج أو التطبيق؟ المنهج. وانظر سبحان الله كيف يرتب أيضا أبو الوليد الباجي هذا الترتيب الصحيح، فيبتدئ بماذا؟ وتسلك السبيل التي نهجتها، أي طريقة المأخذ في العلم، ثم وتمتثل الحال، الواقع والتطبيق والعمل، بمعنى أنكما تتبعا طريقتي في ماذا؟ في طريقة التعلم والمنهج، وهو منهج السلف، ثم ماذا؟ ثم في التطبيق والعمل. فلذلك قال وتسلكا السبيل التي نهجتها، هذا مسلك تعلم، وتمتثلا، شوف لاحظوا التفريق بين تسلكا وتمتثلا، فالأول طريق للتعلم والثاني طريق للاقتداء في العمل. فرتب بين هذين الأمرين، فابتدأ بالعلم وثنى بالعمل، وهذا أيضا ترتيب لطيف حقيقة ومنهج سليم. لا ككثير من الناس يعمل ثم يروح يسأل، ككثير من الناس في مثلا في الحج والعمرة هو يروح يعمل ثم بعد يقول والله أنا فعلت كذا علي شيء. طب لماذا لا تسأل قبل أن تعمل؟ والأصل أنك تسأل ثم تعمل وتتعلم ثم تعمل. فلذلك هو يعلم أولاده أن يسيروا على نفس الطريق، فأولا أن الإنسان يتعلم ثم يعمل. نعم. ثم قال الآن، إذن هذا الآن المحرك الثاني لقبول النصيحة. الأول الإيقاف بين يدي الله كمسؤولية وتحمل المسؤولية. الثاني عندما جاءت الأبوة، هل استخدم قضية الفرض مثل ما هناك تكليف وقضية وجوب الطاعة؟ هناك يأتي قضية التكليف ووجوب الطاعة مع الله جل جلاله، هنا يأتي إلى تحريك المشاعر أنني أنصح لكم وأحب لكم أكثر مما أحب لنفسي. ثم ينتقل إلى المحرك الثالث. ما هو الآن المحفز الثالث الذي سيبدأ يذكره؟ وهو قضية الأسرة، وهذا أمر سبحان الله غريزي في الإنسان، فإنه يشعر بالشرف في الانتماء إلى أسرة ما. وعندما يتربى الإنسان على الإسلام شرفه أن ينتمي إلى أسرة ذات دين، ذات عفاف، ذات علم،
وانظروا سبحان الله لما ذكرت المقاصد الشرعية بالنسبة للأسرة، الآن هذه البواعث، الحفظ في تدين الأسرة أليس الآن ظاهر؟ الحفظ في قضية يعني ما ذكرناه في قضية حفظ تدين الأسرة، فإننا نجده ماثلا في 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 هذه المقدمة التي أشار إليها. أيضا في حق الأب في رعايته على الأسرة، عندما يبتدئ بأن يختار الزوجة الصالحة وأن تكون من بيئة طيبة، فنجد هنا الآن يذكر أولاده أن من فضل الله، يقول على أبيكم حق يعني من جدكم وأبو جدكم ووالده كلهم أسرة علم، إذا معناه أن كل واحد منهم هو يسعى على أن يحافظ على ماذا؟ على نسله، فلذلك هو يكون على تقى وعلم ثم ينقل ذلك إلى ولده، ثم كل واحد منهم يختار الزوجة التي تتفق مع هذا الطريق. فلذلك يقول الصلاح الذي في أسرتكم بالنسبة لأبيكم القريب صلاح من جهة لكم من جهة أبيكم وصلاح من جهة أمكم، فأبوكم هذه سلسلته بيئة علم، وأمكم أيضا من بيئة علم. إذن ماذا اختار لكم أبوكم؟ إذن هذه المسؤولية وتحفيز الهمة للحفاظ على 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 هذا الشرف الذي حافظ عليه من هم أعلى منكم، لا تكونوا أنتم السبب في خرمه، ولا تكونوا أنتم السبب في تغيير هذه السمعة لأولادكم، فمن قبلكم أدوا الحق لكم فكانوا بهذه الكيفية، فاحفظوا هذا لأولادكم. كيف تحفظوه؟ أول شيء أنكم تقبلوا هذه النصيحة وتلتزموا بها. فننظر كيف عرض الآن هذا المحفز الثالث وأطال فيه أكثر من الأول وأكثر من الثاني. ليش؟ لأنه يحتاج إلى بيان. القوة في التحريك فيه أقل من التحريك لعاطفة الأبوة، وأقل من التحريك في قضية استحقاق الرب جل جلاله لقوة ظهورها. فلذلك يأتي بتفصيل في هذا المحفز الثالث فيقول واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. هيا لاحظوا سبحان الله، الآن إذن من الجد الأعلى الرابع، الآن التسلسل يقول كل هذا متسلسل بالصلاح والعلم، ثم الوصف صلاح ماذا مرتبط بماذا؟ صلاح تدين.